قمت بإعداد كوب من النسكافيه. الجو اليوم ماطر وبرد في الخارج، وأنا صراحة أحب يوم الجمعة خصوصا عندما أجتمع معكم، واليوم الجو مثالي يعني شاعري وماطر، فحياكم الله جميعا. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لو أحضرنا 100 طفل ولدوا حديثا وقبل أن يحدث أي تماس بينهم وبين العالم الخارجي، وضعناهم في مكان لوحدهم وأغلقنا عليهم، ثم كبر هؤلاء الأطفال بعيدا عن الناس، برأيك ما هي اللغة التي سيتكلمون بها؟ كيف سيتواصلون مع بعضهم؟ كيف ستكون طباعهم؟ إن الحالة التي طرحناها للتو تسمى بتجربة الحرمان من اللغة، وقد طبقت مرارا على مر التاريخ فقط ليصلوا إلى جواب دقيق حول سؤال ما هو مصدر اللغة. يعني لطالما سألنا أنفسنا هذا السؤال، من أول شخص تكلم اللغة العربية؟ من وضعها؟ لماذا سميت هذه مثلا تفاحة؟ لماذا لم تسمى فناحة مثلا؟ من وضع اللغة الإنجليزية؟ هل هي مجرد لغة ابتكرها مجموعة من الأشخاص ثم تطورت على مر السنين؟ طبعا بداية قد تقول الآن يا محمد، أليس من غير الأخلاقي أن تجرى هذه التجارب على الأطفال فقط للوصول إلى إجابة سؤال غير مهم، ما هو مصدر اللغة مثلا؟ نعم صحيح، أنا أتفق تماما معك، لذلك أطلق على هذه التجربة اسم التجربة المحرمة. تخيل، أطلقه كاتب اسمه روجر شاتوك، ولكن هذا لا يمنعنا من تحليل هذه المعضلة، يعني بما أن النسكافيه موجودة. مثلا تعرف يوجد الكثير من الحالات التي تم عزلها عن العالم الخارجي بشكل غير مقصود، مثلا أشخاص أهملوا وعاشوا في البرية، مثلا ماوكلي، يعني ما هي اللغة التي تكلم بها؟ لا أمزح. يوجد قصة حقيقية مشابهة لقصة ماوكلي، مثل الفتاة الأوكرانية التي تدعى أوكسانا. هذه الفتاة عاشت مع الكلاب وكانت تستطيع التواصل مع الكلاب باللغة التي تتحدث بها الكلاب. تخيل هذا الأمر، عندما سمعت به لأول مرة لم أصدقه تماما، ولكن وفقا للكثير ممن أجروا مقابلات مع تلك الفتاة أصبح الأمر شبه صحيح. يعني باختصار، يمكن للبشر ابتكار لغات جديدة وفقا للبيئة التي يعيشون بها، وبالطبع سلوكهم أيضا سيكون موازي للبيئة والمكان الذي نشأوا به. فتلك الفتاة كانت صحيح تتواصل مع الكلاب بلغتهم، ولكنها أيضا كانت متوحشة، سلوكها كان متوحش، كانت تعض كل من اقترب منها. مثلا يوجد قصة صراحة أكثر مصداقية من قصة أوكسانا الأوكرانية. في عام 1980 ميلادي، وبالتحديد في دولة نيكاراغو، تم عزل الأطفال السم عن العالم الخارجي ولم يتم إقامة أي اتصال معهم. وبعد ثورة نيكاراغو قامت الدولة بتأسيس أول مدرسة للصم، وجمع هؤلاء الأطفال بها. يعني أرادوا لهؤلاء الأطفال تعلم لغة الإشارة للتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل. ولكن الغريب في الأمر أن هؤلاء الأطفال اخترعوا لغة جديدة باستخدام إيماءات اليد وتعابير الوجه، وعندما جاء الخبراء لتحليل تلك اللغة التي ابتكرها هؤلاء لم يستطيعوا لصعوبتها وغنى إشاراتها. تخيل، أنا على المستوى الشخصي تعلمت لغة الإشارة في تركيا، ولو تصادفت مع صم عربي لن يفهم علي باللغات بلغة الإشارة التي تعلمتها. فسبحان الله، يعني مع الأسف. بمعنى آخر، أن البشر تستطيع ابتكار لغة جديدة متى ما تطلبت الظروف، ودليل ذلك أن في لغة الإشارة الإشارات تختلف من مكان إلى آخر، من دولة إلى أخرى. فمثلا الصم العربي لا يفهم على الصم الأجنبي بلغة الإشارة إذا ما تصادفوا. فلغة الإشارة تعتمد نوعا ما على ثقافة وبيئة المكان الذي نشأ به. ولكن قد تقول كلامك جميل محمد، يعني نحن فهمنا أن الإنسان يستطيع أن يبتكر لغة جديدة في حال تم عزله، سواء لغة إشارات أو تواصل مع الحيوانات كما حدث مع الفتاة الأوكرانية، ولكن هل يستطيع أن يبتكر لغة صوتية كاملة مثل اللغة العربية أو الإنجليزية في حال تم عزله؟ إذا كنت تريد إجابة لهذا السؤال، لابد أن نجري تجربة الحرمان من اللغة، التجربة المحرمة، ولابد أن نجريها على أطفال حديثي الولادة. فهل أنت موافق على ذلك؟ السؤال لك. تمام، سأعتبر أنك موافق، دمر البشرية. بالفعل أول من قاموا بتجربة الحرمان من اللغة هم الفراعنة، كما يقول المؤرخ هيرودوت. في عام 600 قبل الميلاد قام الفراعنة بإحضار طفلين حديثي الولادة وأعطوهم لراعي، أمروه بألا يكلم هذين الطفلين إطلاقا، وكذلك فعل. فاكتشف أن هذين الطفلين قاما بابتكار لغة جديدة، وكانت أول كلمة نطقا بها هي بيكوس. كان يشير الطفل مثلا الخبز ويقول بيكوس. هذه الكلمة لم تكن موجودة في لغة الفراعنة، فاعتقد الفراعنة أن اللغة الأم لهم هي اللغة التي نطق بها هذين الطفلين. الغريب أن كلمة بيكوس التي نطق بها الأطفال كانت توجد حقيقة في لغة تسمى الفرغينية، وكانت تعني خبز. فاعتقد الفراعنة أن اللغة الأم لهم هي الفرغينية، كون أن الطفلين نطقا بها بشكل فطري ودون مداخلة خارجية. يعني باختصار،
أن البشر لديهم قدرة على تطوير لغة جديدة إذا ما تطلبت الظروف. فإذا وضعنا 100 طفل في غرفة وأغلقنا عليهم ثم كبر هؤلاء الأطفال دون أي تدخل خارجي، ستجدهم إما يتحدثون لغة إشارة لا يفهمها غيرهم أو يتحدثون بلغة صوتية أيضا لا يفهمها غيرهم. ولكن السؤال الأهم، من سيعلم، من سيحمي، من سيربي هؤلاء الأطفال لحين يكبروا؟ لأننا لو عزلناهم وأبقيناهم لوحدهم على أقل تقدير سوف يموتون من قلة الرعاية الصحية والتربية. فمن سيعلمهم ماذا يأكلون وماذا يشربون، ما هو الجيد وما هو الضار؟ ولكن لو افترضنا أنهم تكيفوا بشكل أو بآخر واستطاعوا النجاة، حينها لن نهتم بأي لغة سيتكلمون بقدر ما سنهتم بأي طباع سيتصرفون. هل سيكونون عدوانيين؟ هل سيكونون من آكلي لحوم البشر كون أن لا أحد علمهم ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ لأن سلوكهم بالتأكيد لن يكون مشابه لسلوك شخص تربى في عائلة علمته معنى الصواب ومعنى الخطأ. ومن هنا جاءت أفكار الخيال العلمي أن روبوت يقوم بتربية الطفل منذ ولادته دون أي مداخلة بشرية. كيف سيكون ذلك الطفل؟ حسب اعتقاد الفيلم سيكون الطفل المثالي، ولكن الطفل في مرحلة ما يبدأ بالبحث عن المشابهين له من البشر ويترك الروبوت ويهرب. ولكنني لا أعتقد ذلك إطلاقا. لا أعتقد أن الروبوتات قادرة على تربية الطفل المثالي كما يعني جاء في الفيلم أو جاء في الخيال العلمي، لأن هناك أمور طبية وعلمية لا يمكن أن نستوعبها بخصوص العلاقة بين الأم والطفل من هرمونات وأمور نفسية وفيزيائية. أجيبك خاتما في نهاية هذه الحلقة على سؤال: من أول من تحدث باللغة العربية؟ هو آدم عليه السلام كما جاء في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال العلماء في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، علمه أن هذه تسمى دابة وهذا يسمى طير إلى آخره. فأول من تحدث اللغة العربية هو آدم عليه السلام. وبالمناسبة اللغة العربية هي لغة أهل الجنة. في النهاية أحبتي في الله، اللغة هي وسيلة تواصل، فلا يهم بأي لغة، المهم أن تفهم وتفهم. ودمتم في أمان الله. وبالحديث عن اللغة أحبتي في الله، أحببت أن أنهي هذا اللقاء بخاطرة على صوت المطر يروق لي في بعض الأحيان بمزاج هادئ وفنجان ساخن في لحظة غروب وسكينة. أنا أتفكر في الحال والأحوال وكيف أن الإنسان خلق ليتفكر وقد أعطي ما لم يعط غيره من المخلوقات ألا وهو العقل. تفكرت في حال ذلك الصديق التركي في أول لقاء معه، وعندها سألني ذلك السؤال الذي لا زال صداه في أذني: أيعقل أنك تفهم القرآن الكريم عند قراءته؟ شعرت حينها أنه سؤال ساذج، كيف لا أفهم القرآن الكريم وأنا عربي؟ ولكنني بعدها أدركت أنني رزقت بشيء ثمين ألا وهو اللغة العربية. وفي تصارع أفكاري وتصارع شربي لذلك الفنجان وتصارع الشمس في الزوال، تفكرت في حال من لا يحسن تقدير نفسه، فتجده قد أعطي كل مقومات النجاح ولكنه قرر أن لا يستغلها. ونفس الحال ينطبق على متحدثي اللغة العربية والتي وسعت بقوتها القرآن الكريم لفظا وغاية، ولكنه قرر أيضا أن لا يستغلها، فتجده يتباهى بكل لغات العالم وينسى لغته. حينها أوقفني ذلك السكون الذي يسبق صوت الرعد في جو ماطر، فأجدني مخاطبا نفسي قائلا: أنا أتواصل مع نفسي بأي لغة؟ هل الأفكار لغة أم أنها مجرد خيالات فكرية؟ أنا أفكر باللغة العربية وغيري يفكر بلغته، ولكن الصم كيف يفكرون؟ بأي لغة؟ فوجدتني مبتسما مسبحا لله، فسبحان الله، سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأترككم مع صوت المطر.